لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي الليبي الأستاذ ياسين خطاب. أستاذ ياسين، بداية مرحبا بك. قوات حفتر في العملية العسكرية التي تشنها على طرابلس استخدمت كل أنواع الأسلحة، لكن الملفت هو استهداف المدنيين. ما هدف هذه القوات من استهداف المدنيين؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. أولا أنا صحفي، لست محللا سياسيا. فيما يتعلق بقوات حفتر، أنا أظن أن استهداف المدنيين يعني هذا لم تكن المرة الأولى للأسف الشديد، وهي طبيعة الحروب. يعني عادة ليست فكرا على هذه الحرب، لكن يعني على الأقل فيما يتعلق بالحروب التي شنها حفتر على مدن بنغازي وطرابلس وعلى درنة والآن طرابلس، يعني كانت سمة واضحة في كل حروب، حتى يعني أنه استخدم براميل متفجرة و يعني طيران حر غير موجه، هذا لم يستخدم منذ الحرب العالمية الثانية. هذا دليل أن الحرب التي يعني نشهدها اليوم هي حرب عبثية ولا تقاد بتقنيات عسكرية، وليس هناك يعني عمل منضبط، وإنما هناك حالة من منظمة اليونيسيف حذرت من تعرض نصف مليون طفل للخطر بسبب المعارك. إلى أي مدى ترى في ظل انتهاكات قوات حفتر يمكن أن تتحقق هذه التحذيرات؟ في حقيقة الأمر أن نعم شاهدنا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعض الشباب الذين هم أقل من 18 سنة يقاتلون في صفوف حفتر، وظهروا في أكثر من تسجيل مصور، وهذا للأسف يعني مخل بكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبحقوق الإنسان بشكل عام. فأنت اليوم ترى حرب تستخدم فيها كل الوسائل اللا أخلاقية، لا أحد يأبه حتى بقوانين الحرب، حتى الحرب لها قوانين في العالم، يعني هناك لها أدبيات ولها قوانين، ويعني لكن من يأبه لها ومن يعمل بها في النهاية. اليوم نرى أن الرجل يبدو أنه هناك ضغوط دولية عليه لإنهاء معركته في فترة قريبة، وإلا العودة كما تقول أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأيضا بعض الدول العربية، يعني هناك ضغط عليه كبير لإنهاء المعركة، والرجل يبدو أنه غير قادر على حسم المعركة، ولم يستطع كسب أي مواقع جديدة، ولم يستطع يعني الاستقرار والسيطرة على مواقع جديدة حتى ل 24 ساعة متواصلة. يعني هو الموقع الذي يخسر اللي يكسبه في الصباح يخسره في المساء، وبالتالي هذا يعكس أن الرجل يريد أن يحقق أي انتصار على الأقل يرضي من خلاله. المواثيق الدولية أعطت الأطفال، منحت الأطفال حماية خاصة في أثناء الحروب. إلى أي مدى ترى أن القوات المهاجمة في حال لو لم تحترم تلك المواثيق وتؤمن الحماية الكافية للأطفال، ما الإجراء الذي سيكون متخذا ضدها؟ نعم، أنا أظن أنه كان واضح جدا، يعني هناك مسار حقوقي إنساني قامت به منظمات محلية ودولية فيما يتعلق باستخدام الأطفال في الحروب. كان واضح جدا من خلال التنديد المحلي والدولي Human Rights Watch وبعض المنظمات المحلية التي تحدثت عن انتهاكات تحدث باسم الحرب. وأنا أظن أن هذا الموضوع يعني ماضي في طريقة، أيضا كان حاضر اليوم في مباحثات السيد فايز السراج رئيس الحكومة في الرفاق مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، والتي اصلا طالبت قوات حفتر بالعوده وعبرت عن قلقها تجاه ذلك. فتكون المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني المحكمه الجنائيه الدوليه في العاده الموضوع الحقوقي ياخذ وقته حتى يدخل في الحروب، لكن الدخول من اول اسبوع في تفاصيل العمليه العسكريه التي يطلقها حفتر والموقف الواضح، وقبل ذلك ايضا موقف الناطق باسم الجنائيه الدوليه، يعكس ان هناك يعني حاله من اللا انسانيه تقوم بها قوات حفتر في هذه العملية العسكرية، وأن هناك مؤشرات لاستخدام كل ما يمكن من أجل حسم هذه المعركة من طرف حفتر. حماية الأطفال يعني تتعدى عدم تعريض أماكن تواجدهم للقصف إلى منع تجنيدهم والدفع بهم إلى أتون الحرب. ما الصورة التي يمكن أن تتوقعها للأطفال في ليبيا في ضوء كل هذه الظروف؟ هي المشكلة يعني ليست متعلقة بالطفل بقدر ما هي متعلقة بإنسان. الإنسان اليوم هو مهدد بفعل الحرب. نحن كنا على أبواب تسوية سياسية تعيد الصراع إلى
أروقة السياسة بدل فوهات البنادق، لكن السيد خليفة حفتر رفض كل أفق، أي أفق تسوية لحل الأزمة الليبية، ويبدو أنه أصر ومضى في طريقه لحل الأزمة بطريقة عسكرية. وأنا أظن أنه لم يكن موفقا في هذا الخيار، وأنا أظن أن هذا الخيار قلل من فرص وجوده وفرص تفاهمه مع المجتمع الدولي، وقلل أيضا من حتى بعض الشعبية التي كان يحظى بها لا سيما في المنطقة الغربية. فالموضوع اليوم متعلق بأن الرجل أنهى الكل، أمات كل أفق للتسوية في الأفق القريب. نعم، شكرا. وجعل أن الحل الحسم العسكري هو الخيار للأسف الشديد. ويعني هناك يبدو أن دول مسعورة تجاه الملف الليبي تحاول أن تدفع بعسكرة الملف، لا سيما مع حراك الجزائر وما قد يمثله من انتعاشها لليبيا. نعم، شكرا لك أستاذ. من إسطنبول المحلل السياسي الليبي الأستاذ ياسين خطاب، شكرا لك.